السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. بفضل الله خلصنا كده الواير فريم بتاعنا الخاص بالجزئية بتاعة التمبت اللي احنا كنا هنصممه إن شاء الله. الحمد لله يعتبر كده خلصنا بفضل الله الواير فريم، ناقص آخر حاجة معانا اللي هو نظبط الهاي بتاع الويندو الكبير ده. طبعا احنا كنا عاملينه وظابطينه كبير، تعالوا بقى نصغره. هتيجي على السكرين هنا وهتيجي على البروبرتيز بتاعتها، هنيجي على السايز بتاع الجزئية دي وليكن هنخليه كده مثلا 2000 بكسل، يعني ممكن تكبر تخليه 1100 ولا حاجة، نخليه 3000. تمام مظبوط كده أعتقد، يعني أو نخليه 2900. تمام ظريف بسيط مفيش أي مشكلة. تمام الحمد لله كده خلاص، يا رب يكون الكورس مفيد. آخر حاجة معانا تقدر بقى تسيف الشكل بتاعك ده، هتيجي على هنا وتقول له سيف اس وتحفظه مثلا سواء على الديسك توب أو تحفظه مثلا هنا على في الداونلود عندك أيا كان، تسميه أي اسم مثلا هنسميه واير فريم بروتو طيب مثلا، واقول له سيف يا عم الحاج، هيقول لك سيفنج، هينزل معاك عادي جدا في الداونلود اهو، لما تدوس عليه كليكين هيفتح معاك عادي جدا. انت مثلا ممكن عايز تعمل حركه تانية تشوف الشكل ده كسيميوليشن يعني، فتيجي على الزرار ده تدوس سيميوليت فيعمل لك الان بروسيس، فيفتح لك الشكل بتاعك كانه ويندو كده، هيفتح كمان شويه اللي هو اهو بيحمل، هنستناه مفيش اي مشكله، هذا الشكل بيفتح اهو تمام جدا. هاد الشكل اللي قدامك تعمل له سيميوليشن يظهر لك بالشكل ده، يعني شكل ظريف، الموقع كله اللي انت عامله بالشكل اللي قدامك ده واضح يعني شوية، بس كده عادي مفيش اي مشكلة. عايز تعمل الحركة دي تسيفه عندك الاتنين مفيش اي فرق بقى. يا رب يكون كورس الواير فريم عجبكم ولو بمعلومات بسيطة، ان شاء الله يكون مفيد. ان شاء الله بقى الجزئية التانية هتكون عبارة عن تصميم الشكل اللي قدامنا ده بقى، الشكل اللي قدامنا ده بالفوتوشوب بإذن الله بالتفصيل ممكن. يا رب أسأل الله أن أكون وفقت في هذا الكورس، وأي خطأ فمني ومن الشيطان، وأي توفيق فمن الله. جزاكم الله خيرا، أشوفكم إن شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله.